حرفيا أرخص كرفان بالعالم. سعر العرض حاليا بالمعرض 3850 دولار، بعد المعرض رح يكون سعره حوالي 4500 دولار. مثل ما شايفين رح نبدأ بتفاصيل من برا. أول شيء الشاصية تبعه ما فيها نظام فرملة أوتوماتيكي، لأنه وزنه 550 كيلوغرام، ما بيحتاج لنظام فرامل أوتوماتيكي، آمن ما عليه مشكلة. الشاصية من أفضل أنواع الشاصيات، ما عليها مشكلة، ولكن هون نظام الفرملة غير موجود. نظام الكهرباء بيشبك على السيارة الساحبة عشان يعطي الإنارة الخلفية، عشان يشتغلوا إنارة الفرامل والغمازات الخلفية مثل ما شايفين. عندنا هون الدوش الخارجي، تمام، حجم الإطار 13، معه شنطة أمامية. اللي بده يركب مكيف ممكن يركب له مكيف من الشنطة الأمامية. هون مأخذ 220 فولت، بنعطيه 220 فولت يعطي كهرباء للأمام، واللي بده يركب ألواح طاقة شمسية يمكن الإضافة. هذا السعر بدون إضافات، بدون ألواح طاقة شمسية، بدون مظلة، بدون درجة، بدون تواليت، يمكن إضافة تواليت متحرك أو ثابت، بدون ثلاجة، يمكن إضافة ثلاجة مقابل 220 أو 230 دولار تقريبا. السعر شامل الغاز، المغسلة، كل شيء شايفينه قدام عينكم، تمام، والإضافات اختيارية. بالنسبة للجام الأمامي بانورامي بدون فتحة، يعني ما بيفتح، ثابت. الشباك اليميني واليساري بيفتح وبيسكر مع ستارة وغربول للحشرات. هاي الجلسة لأربع أشخاص بعرض 125 بطول 195، لأنه هي الطاولة بنزلها لتحت بتصير منامة لشخصين. جلسة لأربع أشخاص، منامة لشخصين. هون رفوف لل تحطوا أشياءكم. مآخذ 220 فولت مثل ما شايفين، أماكن تخزين هون، هي غاز راسيل مع المجلة، أماكن تخزين هون. هون الثلاجة بتنحط بحجم 40 لتر، يمكن إضافة اختياري. الحمام مثل ما شايفين، هي المغسلة تحول لدوش. هون أماكن تخزين. الحمام ما نوسع كثير للأمانة، مو واسع كثير، ولكن يفي بالغرض. للأطفال ممتاز كثير، للي أحجامهم صغيرة أمورهم بخير. طبعا كرفان بهيك سعر، بطول 3 أمتار، بهيك مساحة، مستحيل يكون فيه لكل العالم. مشان هيك مضايقين الحمام شوي، لأنه طوله 3 أمتار وسعره رخيص. مضايقين هون المنامة، من جوا 70 سنتي، من هون 35 سنتي، فإجباري بدنا يصير اختصار مساحات حتى إنه يتصمم بهذا السعر وهي الميزات. طبعا هون في غربول كمان للباب الخارجي، كواليتي تبعه كتير ممتازة. هي الباب مصنع مادة الكومبوزيت، أفضل من الفيبر كلاس، عزله ومقاومته ممتاز. هي فتحة لتعبئة خزان المي، خلف الفتحة مباشر في خزان مي 100 لتر نضيف تحت هذا السرير. عندنا هون مكان تخزين خارجي مقفول هلا حاليا، كانكم تخزنوا اغراضكم، او اذا كان في الواح طاقة بنحط فيه البطاريات والانفرتر. بيجي معه اربع قواعد تثبيت نفس هدول من اربع جهات. طبعا هذا دولاب التحريك، دولاب التوجيه، عجلة التوجيه. بيجي معه نسختين مفتاح لكل باب. هذا الباب اربع مفاتيح، مفتاحين من كل مفتاح نسختين، لهون نسختين، للشنطة الأمامية نسختين. طبعا بيجي معه مفتاح الجنط، بنسميه نفس مفتاح السيارة، مفتاح كريكو لرفع وتنزيل الأقدام التثبيت. طبعا السعر شامل تمديدات الكهرباء والسبوتات والإنارة اللي موجودة فيه مع الإنارة الخارجية. للتفاصيل الشحن لأي بلد بالعالم تواصلوا معنا واتساب، بإمكاننا الشحن لأي بلد بالعالم. بالتأكيد سعر المعرض 3850 دولار، بعد المعرض 4500 دولار.